مرة تانية مع حضراتكم مشاهدينا، وموضوعنا دلوقتي بيهمنا كلنا، كلنا بنتكلم فيه، كلنا بنتكلم في أحوالنا الاقتصادية. إيه الخطوات اللي بتتم؟ إحنا فين النهاردة؟ الإصلاح الاقتصادي اللي بتقوم بيه الدولة وبتضع الخطة الخاصة بيه، والحقيقة المواطن المصري هو البطل الحقيقي اللي بيتحمل العديد من الأعباء والتحديات الاقتصادية في الوقت الراهن علشان نقدر نصل إلى تنمية حقيقية. علشان كده دايما بنتطلع لكل ما هو جديد يؤدي إلى تحسين الاقتصاد. ما بتكلم عن تحسين اقتصاد، بتكلم عن إننا يكون عندنا تواجد بالفعل في كل الدول الموجودة. لما بلاقي المنتجات بيتم تصديرها يبقى في عملة صعبة بتدخل البلد، يبقى في نوع من تحسين للميزان التجاري زي ما بنقول. فتح الأسواق الإفريقية ده كان الحقيقة هدف من الأهداف اللي بتسعى إليها الدولة منذ فترة، واتخذت في هذا المجال العديد من الخطوات. فين النهاردة؟ وخاصة لما يبقى في مبادرة خاصة بصنع في مصر والمنتجات المنتشرة في الأسواق الإفريقية. خلونا نعرف أكتر عن الموضوع ده، واسمحوا لي أن أنا أرحب بضيفنا دكتور حاتم رسلان، كبير مسؤولي العلاقات الاقتصادية المصرية الإفريقية. أهلا بحضرتك يا دكتور. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك. أنا هبدأ من الشق السياسي الأول. حضرتك كان ليك كلمة قبل الهوى، وهي أنه لو ما فيش سياسة جيدة ما فيش اقتصاد جيد. ده حقيقي. هو طبعا احنا انت عارف كان نتكلم على العصر الحديث، كان الحقبة الأخيرة بتاعت الرئيس مبارك تحديدا، وهي اللي هي يعتبر الجيل ده مهتم بيها أكتر. كان في فتور سياسي. نعم. حصل بعد موضوع الاغتيال اللي في أثيوبيا، محاولة الاغتيال، فكان في شبه غياب مصر عن الساحة الأفريقية كشكل. أنا بتكلم على الوضع السياسي. الفترة اللي فاتت ديت حصل توجه أكثر نشاطا وأكثر قوة في عودة العلاقات لطبيعتها وعودة مصر لريادتها السياسية. زي ما قلت حضرتك قبل الهوى، دايما السياسة مرتبطة بالاقتصاد، حتى لما بندرس اقتصاد دايما هو مرتبط بالسياسة. يعني أنت ما تتوقعش أنك أنت علاقتك في فتور سياسي بينك وبين دولة أن يكون في بينك وبينها تبادل تجاري قوي. العلاقات السياسية رجعت بقوة، وشفنا ده في كذا مؤتمر اقتصادي وكذا مؤتمر قمة أفريقية، ان وجود الرئيس في اغلب المؤتمرات دي وحضوره الشخصي ومستوى التمثيل بقى على مستوى الرئاسي، ده الى حد كبير رجع مصر لدورها السياسي. اقتصاديا بان في الارقام، هل بالشكل المطلوب؟ لا، لسه في اكتر ممكن يتحقق. يعني ممكن ادي حضرتك بس رقمين. احنا كنا 2016 كل صادراتنا لأفريقيا مليار دولار. يعني انت متخيل القاره كلها 54 دوله صادرات المنتج المصري مليار دولار. انا عايز اقول لحضرتك ان في 2018 احنا يعني متخيلين ان هنقفل على 4 مليار، لان احنا وصلنا للربع الثاني دلوقتي 2 مليار دولار. فده تضاعف لاربع مرات. فده حضرتك تربطه بحاجه واحده بس، هي موضوع ان السياسه المصريه ماشيه في اتجاه صحيح. تمام. يعني الحقيقة السياسة والاقتصاد كلاهما يؤثر ويتأثر بالآخر، لأن برضو المصالح بتلعب دور كبير طبعا. جدا في القرارات السياسية، هما وجهان لعملة واحدة. خلينا نتكلم النهاردة عن السوق الأفريقية. الحقيقة الفترات الأخيرة كان هناك العديد من الخطوات اللي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني للتواجد، وفي كل الزيارات اللي بتتم وفي كل استقبال الوفود اللي بتكون موجودة بيبقى في حرص على تنمية العلاقات المصرية الاقتصادية ما بين مصر والدول الأفريقية. احنا واصلين لفين في هذه العلاقات؟ وهل من المطلوب ان احنا نركز على نوعية معينة من المنتجات ربما تكون زراعية او صناعية او خلافه للتواجد بشكل اكبر داخل هذه الاسواق؟ والله شوف، هذا ما اختصرت حضرتك في الاول كعلاقات سياسية، هي الان ماشية في منحنى مظبوط. اقتصاديا تم استغلالها بس مش طريقة اللي احنا نطمح بيها، لان حضرتك الفترة الكبيرة اللي فاتت لما احنا غبنا 30 سنة في غيرك دخل زي تمام. الصين والهند وتركيا. يعني حضرتك لخصت لك الارقام اللي هم بيصدروا بيها لدول افريقيا، لا ارقام كبيره جدا، يعني بعيده، احنا بعاد جدا عن الرقم. فردا على سؤال حضرتك، كل المنتج المصري، وده عن تجربه وعن تواجد شخصي ليا وزياره لاكثر من 20 دوله افريقيه، لا المنتج المصري ممتاز ويقدر ينافس على كل المجالات، مجالات المواد الغذائيه، المنتجات الزراعيه، الاجهزه الكهربائيه، الاساس المصري ليه سمعه طيبه جدا بشكل عام. هي القاره دي
ليه كل العين عليها؟ لان هي مستهلكه بالدرجه الاولى، هم للاسف ما دخلوش في التصنيع. وده فرصه لينا احنا كمصنعين وكمبادره ان احنا بنرجع الثقه تاني في المنتج المصري، ان احنا كمان نصدره لدول افريقيه اللي هم البعد الثقافي والاجتماعي بتاعهم اقرب لينا من اي قاره تانيه موجوده. طبعا فعندنا فرص في كل المجالات حضرتك، مش ما اقدرش اسمي مجال واحد، لكن كل المجالات. وعندنا فرصه تانيه برضو احنا يعني مش قادرين نستغلها، ان احنا نستورد خامات منهم. يعني احنا مثلا عندنا صناعه اساس قويه في مصر، طب هم عندهم غابات واخشاب، طبعا بدل ما بنستورد من اوروبا ومن شرق اسيا، طب نستورد من افريقيا ونرجع لهم تاني اساس مصري من مثلا مدينه الاساس اللي موجوده في دمياط. ففي فرص كتيره يعني واعده حضرتك يعني. في استراتيجيه يعني تم وضعها للاقتصاد المصري وفي افريقيا؟ هو بص، هو في حضرتك استراتيجيه موجوده من وزاره التجاره الخارجيه على ان تزويد موضوع المعارض الفتره الاخيره. يمكن الخطوه الجريئه اللي انا شفتها الفتره اللي فاتت اللي هو قامت منطقه لوجستيه في دوله كينيا، وزاره التجاره اللي عملتها ان هي بتعمل منطقه لوجستيه لكل المصنعين المصريين ان تبقى موجوده في ميناء في كينيا، وعلى اساس ان يبداوا يوزعوا المنتجات والخامات من هناك. استراتيجيه موجوده، بس التنفيذ انا بالنسبه لي ابطا مما احنا عايزين. يعني المفروض استغلال السياسي يكون اقوى من كده واسرع من كده، لان السياسه حاليا جيده، فالمفروض احنا نكون شركاتنا القطاع العام والخاص تكون اكثر جراه واكثر انفتاحا. وكمان دور المعارض الفتره الجايه مهمه جدا للمنتج المصري، لان هم يغفلوا عن مصر يعني عن المنتج المصري. طب تفتكر ليه حضرتك الاسباب، ايه اللي بتؤدي الى ان احنا زي ما حضرتك تفضلت وقلت احنا واخدين خطوات سياسيه بشكل مرضي الى حد كبير، لماذا لم يتم استغلال هذه الخطوات السياسيه ايضا بالشكل المرضي اقتصاديا؟ هو شوف، في معوقات موجوده اوريدي موجوده مع دول القاره يعني، وطبعا يجب حلها يعني من مؤسسات برضو الدوله. موجود ان الشحن الافريقي مكلف جدا، ومفيش يعني مفيش اي خط مباشر لدول افريقيا، فده من ضمن المعوقات. خطوط الطيران، مفيش خط طيران مباشر لاغلب العواصم الافريقيه المهمه، ده برضو عائق. المؤسسات الماليه بتاعتنا، البنوك المصريه متواجده في دوله او اثنين فقط، صح؟ مع انت عندك 54 دوله افريقيه. كل دي بعض المعوقات اللي المفروض ان احنا نبدا نشتغل عليها الفتره اللي جايه يعني. بس دي اساسيات يعني، لما بتكلم عن نقل او طيران او مطارات او دي اساسيات يعني، لابد مش موجوده حضرتك. يعني انا عايز اقول لك مثلا ان حاليا عشان انت حضرتك تبعتي بضائع لافريقيا بتاخد وقت طويل، بتاخد اكتر من شهر، لان هي مش خط مباشر، هي بتروح اوروبا من اوروبا لافريقيا. فده طبعا من ضمن الحاجات اللي المفروض نشتغل عليها، او نشوف الدول نجحت عليها، دول مجاوره نجحت فيها ان هم عملوا ده. الصين حاليا بتدرس، شوفي البعد بين الصين وافريقيا، بيدرسوا اقامه ده. بالعكس انا في ناس بتقول ان هم بداوا في خط قطار للبضائع، صحيح، بين الصين وافريقيا، صحيح. فاحنا اقرب في كل حاجه يعني. انا ما بسالش على قطار ده مكلف، بتكلم على خط ملاحي مباشر، بتكلم على خط طيران مباشر، وشركه مصر للطيران شركه قويه تقدر ان هي توصل للكلام ده. خليني استغل وجود حضرتك يا دكتور، وماذا يطلب المصدر المصري لوصول المنتج بتاعه لافريقيا؟ هو حضرتك زي ما اتفقت مع حضرتك، هو مثلا دلوقتي انا هيكون في الثلاث مواضيع دي الامور، المؤسسات الماليه للبنوك المصريه، لان هو للاسف مش موجوده، ده واحد. اثنين، هو نفسه كمستثمر او كراجل مصدر مصري عايز يروح يزور الدوله دي، بيفاجئ ان هو لازم يعمل ترانزيت في اكتر من دوله عشان يوصل للديستنيشن بتاعه، فده بيتعبه. ده رقم اثنين. رقم ثلاثة لموضوع الشحن، رغم ان انا نوه للشحن، الحكومه المصريه ما حدش كتير عارف القصه دي، بتدعم 50% من قيمه الشحن، لان هي عارفه انه غالي جدا ومكلف جدا، فبتدعم المصدر المصري بقيمه 50%. وعلى الموضوع ده، فاتوقع الموضوع الموضوعين دولت، سهوله النقل وسرعته ووجود مؤسسات ماليه حتى تضمن المصدر المصري ان هو فلوسه هترجع له او كده، فدي من ضمن الحاجات اللي تساعده. ده بزائد برضه احنا في دور على المصدر المصري، هو لازم يكون عنده ثقافه التصدير، ثقافه فتح السوق برضه. احنا لازم نعمل ورك شوبس هنا نفهمهم اهميه السوق ده. احنا برضه لسه عندنا انطباع قديم عندنا ان اسواق ضعيفه، دول فقيره. لا، الدول ديناميه ودول بطريقه قويه يعني. اختلفت بشكل كبير. دراسه السوق يعني. السوق كبير مهم. شيء مهم جدا. اليات الاداره جيده، ان انا دايما بشوف ادرس السوق اللي انا رايحه. السوق واحتياجات المستفيدين او احتياجات العملاء. مش هنلجم دور الخارجيه حضرتك هنا في دراسه السوق كويس ان انت وقفت ليها، ان في مكاتب برضه يمكن المستخدمين مش عارفين، في مكاتب تمثيل تجاري خاصه بوزاره التجاره الخارجيه المصريه موجوده في العواصم المهمه في افريقيا، بتقوم بالدور حضرتك بتقوم بيه. نعم، ما بتشتغلش بكفاءه. ما هو
هما بيشتغلوا هما مش يعني المعلومه القويه اللي يديها لا هو عنده معلومه بس لو هو عايز اللي يروح له ويساله يعني هو طبعا مش هيجري هيروح له ازاي يا فندم لا في جمعيه رجال اعمال في شعب يقدر مثلا مكتب تجاري في كينيا انا ببعت له انا راجل مصنع للاساس المنزلي او الاجهزه الكهربائيه انا عايز دراسه السوق في هذا المجال لا هم بيقوموا واحده من ادوارهم اللي يقوموا بيها المصدر المصري هو ده وظيفته يعني هو ده وظيفته. مسؤول عن التمثيل ده مكتب تجاري معلش عايز اقول لك بيصطف كامل طالع هنا من مصر عشان الضغط ده فهو لازم احنا نستغله لكن انت لما بنقعد معاهم في اجتماعات يقول لك طب هو الناس ما بتسالش او لما بيسالهم بيسالوا بس خلينا برضو يعني نتبنى وجهه نظر ان هم يقولوا ايه احنا بنبعت بس ما بيبقاش فيه التفاعل بالقدر المطلوب هو يعني هنا نوع من الـ الوضع الاطار الخاص اللي اوجه التعاون ما بين الوزارات المختلفه ما بين الجهات المختلفه تحت منظومه واحده او مظله واحده تصل لهدف واحد اللي هو ان انا ازود الصادرات للاسف الشديد بنلقي العبء بعضنا على بعض هناك يقولوا احنا بنبعت وبنقول وما بنلاقيش استجابه وهنا يقولوا المعلومه ما بتوصلناش فين هو غياب التنسيق حضرتك هي دي نقطه فعلا مهمه ودايما اتكلمنا فيها ان احنا هنا للاسف التنسيق ما بيننا على الملف كملف افريقيا كل واحد شغال في اتجاه يعني ما فيش حد شغال بتكامل ان هو لازم اخترق الاسواق دي ولازم اوصل للرقم ده يعني لازم يكون عندي تارجت ان اوصل للرقم ده هو المكتب التمثيلي التجاري هو مطلوب منه من وزاره التجاره كل سنه 15 ل 20% زياده هو بيجيبهم بسهوله فبتلاقيه هو طبعا مش هيعمل هو ليه حق يعني هو لما قدام حضرتك لما اتكلمنا معاهم في اكتر من مره قال لك انا بحاول اعمل معارض بحاول اتكلم مع الناس في ثقافه غايبه يعني انا من ضمن الحاجات اللي برضو من انباركم هنا بتكلم عليها معارض المنتجات المصريه اللي بتقوم في دول افريقيا كلها للاسف رايحه تخاطب المستهلك يعني هو عايز يروح في الاسبوع اللي رايح من المعرض يبيع البضاعه اللي خدها لا انت فكر بطريقه مختلفه انت فكر ان انا اعمل تعاقدات الاقي شريك استراتيجي اكون موجود انا كمصنع او مصدر افتح فرع ليا هناك اتواجد هناك بقوه ده المفروض يكون هدف بتاعي مش ان انا فرحان ان خدت كونتينر او اتنين ورحت بعتهم خلال المعرض وكسبت فيهم لا ده مش حل استراتيجي فهم انا برضه ببدا هنا لازم يكون في توعيه على اهميه فتح السوق فتح السوق ان اتواجد بالسوق بالمنتج بتاعي على طول يبقى حاجه اساسيه للمستهلك الافريقي اللي هناك وعلى فكره القوة الاقتصادية دي محركة للسياسة دي القوة طبعا. الناعمة اللي الناس تغفلها يعني في دول أصبحت الآن تخاف على العلاقات الاقتصادية فتلاقي السياسي ما تأثرش صحيح يكون السياسي في مصدر قوة هو بيتفاوض لأي موضوع أو أي ده جزء مهم جدا طيب أنا هرجع للمليار دولار اللي زادوا في صادرات مصر لأفريقيا إيه كانت أسباب هذه الزيادة ونقدر نعظم الاستفاده من الزياده دي ازاي؟ لا حضرتك اهو ده كان كله مليار دولار في 2016 ده احنا السنه دي ان شاء الله بنتكلم في 4 مليار يعني احنا وصلنا 2 مليار في الجزء الثاني انا متخيل انفتاحنا السياسي فعلا عمل شويه نتيجه في حرص طبعا احنا القياده السياسيه باينه حرصها من المؤتمرات اللي حصلت ومنهم مؤتمر اقتصادي في شرم الشيخ ادعى فيه ناس كتير من اتخاذ القرار في دول غرب في دول افريقيا بشكل عام فده طبعا اثر بشكل ايجابي ونداء القياده السياسيه ان تواجد المصري وتواجد المنتج المصري هناك اكيد اثر ولقب ظلاله صحيح شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور نورتنا وهو ده اللي احنا بنتمناه انه طول ما انت عندك اسواق كتيره بتتفتح طول ما هيكون في تجاره صحيح. وزي ما قال الدكتور الحقيقه انه العلاقات السياسيه المتزنه كانت بتلعب دور كبير جدا في المرحله السابقه شكرا جزيلا شكرا لحضرتك شكرا لك يا طارق بكره فريق عمل جديد مع مصر جميله باذن الله